حل مشكلة قطع الصوت في الجست على التيك توك، ده موضوع حلقتنا النهاردة، فتابع معايا الفيديو للنهاية. السلام عليكم، اهلا بكم في قناة ياسمين عاشور. النهاردة كده هنحل مشكلة قطع الصوت في الجست على التيك توك. تعليقات كتير جدا، انا بفتح لايف على التيك توك واثناء الجست او حد طالع معايا جست بيتقطع الصوت معايا، او شخص طالع جست مثلا والصوت بتاعه مش ظاهر او الصوت بتاعه مش موجود. فالنهارده ده حل المشكله بتاعنا، فتابع معايا الخطوات. يا ريت بقى قبل ما نبدا شرح النهارده تعملي لايك للفيديو ده، ولو اول مره تشوف قناتي تعملي اشتراك في القناه. يلا بينا نروح مع بعض على التيك توك مع بعض كده. طبعا قبل ما نفتح التيك توك، لما تكون فاتح لايف على التيك توك وبطلع اي شخص جست، بنبدا ان احنا نعمل سكرين او لقطه للشاشه وبناخدها معانا. طبعا من لقطه للشاشه او سكرين للشاشه، بعدين بقى بتمشي معايا على الخطوات. بنروح على الملف الشخصي وبعدين بضغط على الثلاث شرط الاعلى، بيظهر لك الاختيارات دي، بختار الاعدادات والخصوصيه. بنبدا ننزل كده وبنختار الابلاغ عن مشكله، وعود نفسك اي مشكله تقابلك في اي تطبيق بتروح على طول لمركز الدعم او الابلاغ عن مشكله، هما مدينك الابلاغ عن مشكله عشان تبلغ عن مشكلتك وهما يحلوها. تمام، ببدا ان انا انزل، وطبعا المشكله متعلقه باللايف فبنختار كلمه لايف. هنبدا ننزل كده وبنختار وضع تعدد الضيوف في بس لايف، ببدا ان انا اضغط عليها، وهنا هنختار مشكلات في الاداء اثناء بس لايف في وضع تعدد الضيوف، ببدا ان انا اضغط عليها كده اختارها. بيتفتح لك الصفحه دي، وببدا ان انا بقى بيقول لك هنا اذا واجهت اي مشكلات خلال بس لايف في وضع تعدد الضيوف، سواء كانت مشكله مرتبطه بالصوت او الصوره او الاتصال بالشبكه. يعني لو جاء لك حاول الاتصال مره اخرى بالشبكه، فحاول التبديل بين الاتصال بشبكه واي فاي وبيانات الهاتف. يعني بيقول لك يعني عشان تحل المشكله دي، بيقول لك الحل الاول انك تبدل بين، لو مثلا انت فاتح واي فاي تفتح بيانات الهاتف علشان تعرف المشكله منين. تمام، واذا ما تحلتش المشكله في حاله استمرار المشكله بيقول لك بقى ابعت لنا التفاصيل، ارسال لقطات للشاشه. لو لسه المشكله موجوده بتضغط بقى وتحتاج، هل تحتاج الى المزيد من المساعده، فهل تم حل مشكلتك، بقول لهم لا. وهنا ببدا هل تحتاج الى المزيد من المساعده، ببدا ان انا اضغط عليها، ببعت لهم رساله وبكتب لهم رساله وبرجع لك تاني. هنقول لهم طب يومك تيك توك، اثناء فتح جست على التيك توك يتم قطع الصوت في اللايف، ارجو حل المشكله في اسرع وقت وشكرا تيك توك. وببدا لقطه الشاشه اللي انا عملتها، ببدا اضغط على المربع ده، بيجي لك كل الصور الموجوده على الموبايل، بضغط على الصوره بالشكل ده واضغط على كلمه موافق وبضغط على كلمة إرسال، بنبعت لهم المشكلة وبيتم حل المشكلة خلال 12 ساعة، بتكون المشكلة اتحلت معاك وبس كده. عندك أي سؤال أو استفسار اكتبلي في التعليقات، أنا برد على كل التعليقات. أشوفكوا على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.